شكرا ليك يا زميلي العزيز ابراهيم فايق، طبعا وكل التحيه لكل مشاهدي اون تايم. يعني بعد نهايه مباراه البرازيل والكاميرون وفوز منتخب الكاميرون ولكن دون التاهل للدور القادم، مفاجات بالتاكيد حققها المنتخبات الافريقيه، لكن خلينا نرصد معاك دلوقتي مع خروج الجماهير في هذه اللحظات على الهواء مباشره رايهم طبعا في المنتخب البرازيلي والمنتخب الكاميروني والمباراه. First of all, it's a pleasure to see you in On Time Sports Egypt. مرحبا على قناة On Time Sports. من ما رأي المشجعين اليوم البرازيل بالتأكيد، وماذا عن نتيجة هذه المباراة والتأهل أيضا إلى الجولة التالية؟ لم يؤدوا بكل ما عليهم وبالتالي سيتطور ربما وسيظهروا قدراتهم في المباراة القادمة. وماذا عن منتخب الكاميرون والذي أدى؟ هم قادرون وأظهروا قدرة كبيرة وأنهم يستحقون هذه النتيجة. وماذا عن الجولة القادمة ودور 16 لفريق البرازيل، وهل تتوقعين أن يفوزوا بهذه النسخة من البطولة؟ نعم، هذا يعتمد أيضا على الجماهير ودعمها لمنتخب البرازيل. ما رأيك عن المباراة ومنتخب البرازيل؟ والبطل يجب ألا يخسر أي مباراة. نعم استاسي، عليك أن ترد على هذا السؤال. أعتقد أنهم لم يلعبوا بقوة في هذه المباراة ولم يشارك أفضل اللاعبين، لأنهم كانوا يعتقدون أنهم وصلوا إلى الجولة التالية وربما في آخر لحظات ودقائق دفعوا بقوة. الكرة حياة، أرى أنك تعشق كرة القدم. نعم بالتأكيد، رائع أن يصل ابنكم إلى هذا العشق من كرة القدم وهذا الأداء. هذا هو الجيل القادم. تهنئتي للكاميرون، يستحقون الفوز. رائع الاحتفال بجماهيرهم في الاستاد، وأتمنى لهم التوفيق في ربما في المباراة في القادمة أو المستقبل. وماذا عن نتيجة هذه المباراة؟ ربما اللاعب، لا أتذكر من حصل على الطرد أو الإنذار، ولكن أخشى أن يعود نيمار إلى بلدي. من بطل هذه الدورة؟ هم يبدون بشكل جيد. نعتقد أن البرازيل تستطيع، ومع الفوز بكأس العالم 5 مرات يستطيعون تحقيق اللقب السادس. ما رأيك؟ إذا استمروا في الأداء بهذه الطريقة سيحصل منتخب البرازيل على كأس العالم أيضا للمرة السادسة، ويستطيعون أن يؤدوا بصورة أفضل مما عليه الآن. أعتقد أنه هناك عامل نفسي، لأنهم كانوا على يقين من الوصول إلى دور 16 ولم يهتموا كثيرا، مع أيضا لم يكونوا محظوظين في بعض الركلات والتسديدات، ولكن تهنئتي إلى الكاميرون الذين أدوا أفضل من البرازيل اليوم. من نجم البرازيل في هل سيكون نجم البرازيل في المستقبل؟ نعم سيكون نجم البرازيل في المستقبل. كنت موجود وتابعت المباراة، مصر موجودة بكل قوة. والله مصر دايما حاضرة في كل المحافل الكبيرة، واحنا هنا موجودين. الأول بنقل تحياتي للأستاذ إبراهيم ولكل الشعب المصري. مباراة النهاردة الكاميرون الحقيقة من بداية المباراة كان واضح إن هي مش هايبة خالص الموقف، وعبرت عن نفسها ونجحت في الآخر إن هي تترجم يعني مجهودها لفوز، وأنا بسميه مونديال العرب الحقيقة، بداية من السعودية اللي نجحت في التفوق على منتخب الأرجنتين، مرورا بقى بالمغرب والفوز على بلجيكا وتونس والفوز على فرنسا، والنهاردة الكاميرون بتحقق فوز كبير على البرازيل. مونديال الموضوع ما اصبحش مفاجآت، اصبح الكورة خلاص ما فيهاش اسماء، فيها مجهود وتعب. الحقيقة مونديال العرب يعني ما كانش بينقصه غير حاجة واحدة، وهو وجود مصر في المونديال، وعشان كده احنا هنا بنحاول نتواجد ونحتفل ونشارك الناس. بصراحة التنظيم الرائع اللي عاملاه دولة قطر والاجواء الاحتفالية اللي اكتر من رائعة دي. اكيد نتمنى. Last thing, you have the song of the Brazilian team? No, I don't know that song. Sorry. Any song? Any song? For the World Cup? Hiya, how anything? We prepared well, honestly. But it's wonderful atmosphere, a lot of people. Yeah, okay. You have a song for Brazilian team? هناك يبدو تداخل الأصوات. Olé, olé, olé.
برازيل. ثانك يو ثانك يو. جود لك جود لك. ثانك يو. شكرا جزيلا وحظا سعيد. سمعت اراء بعض الجماهير بعد خروجهم طبعا من مباراه البرازيل والكاميرون في استاد لوسيل اللي انتهت اكيد ديما مغرب دعم طبعا كل الجماهير المغربيه في يعني المباراه القادمه ان شاء الله والتاهل لابعد كمان من دور 16 من استاد لوسيل واراء الجماهير عن هذه المباراه. تعود الكلمه لك الان ابراهيم تفضل.